اخواتي، ما شاء الله اليوم عندنا بالعراق اصبحت هوايه ملاعب دوليه. بعد ان كان عندنا ملعب دولي واحد هو ملعب الشعب الدولي. الى عام 1966 ما كان عندنا اي ملعب دولي للعبه المشهوره بالعراقيه، لعبه كره القدم، اللعبه الرياضيه الاولى، الا ملعب صغير تابع لوزارة المعارف يسموه ملعب الكشافة منطقة الكسرة. هذا انبنى من فترة الثلاثينيات وبقى إلى سنة 66 هو الملعب الأول في لعبة كرة القدم بالعراق. ملعب الشعب الدولي صار عندنا بالأصل بتمويل غير عراقي، يعني فلوس الملعب مو عراقية. احنا في حلقة سابقة حكينا عن مؤسسة كولبين كيان، يعني مستر 5% المعروف بتاريخ النفط العراقي. غالوس كولبين كيان مواطن برتغالي الأصل، لعب دور باكتشاف النفط بالعراق وحصول بريطانيا على امتياز التنقيب والبيع والربح بهذا النفط. فمن تأسست شركة نفط العراق الاي بي سي من حول كولبين كيان 5% من أرباح الشركة، فصار عنده ثروة هائلة. أسس كولبين كيان مؤسسة خيرية مشهورة عام 1953، يعني سوت لنا بالعراق مثلا كنيسة الأرمن بساحة الطيران، ثانوية الأرمن بحي الرياض، مكتبة الجامعة المستنصرية، بناية المتحف الوطني للفن الحديث، بناية المجمع العلمي العراقي، وأيضا ساهم بتأسيس جامعة الحكمة اللي الآن هو معهد التكنولوجيا بالزعفرانية وغيرها. في عهد عبد الكريم قاسم اتفق ويا الحكومة العراقية على إنشاء ملعب رياضي متكامل هدية للشعب العراقي، وتم الاتفاق عام 1960، والحكومة العراقية كونت لجنة أو وفد للمفاوضة من رفعت الشادرشي المهندس المعروف وأكرم فهمي المدير التربية الرياضية وعبد الله حسان كامل المهندس وأستاذ الهندسة في جامعة بغداد. اتأخر بناء الملعب وبدأ التنفيذ في أواخر عام 1963 باسم ملعب بغداد الرياضي، ولكن من انفتح سموه ملعب الشعب الدولي. التصميم كان لمهندس برتغالي وإشراف مكتب هندسي عراقي، يعني المكتب الاستشاري الهندسي رفعت الشادرشي عبد الله حسان كامل وحسان شيرزاد، ورست المقاولة مقاولة البناء والتنفيذ على المقاول العراقي محمد حسن المخزومي. تكون ملعب الشعب الدولي من 3 أقسام: المسبح الأولمبي، وملعب كرة السلة والطائرة، وملعب كرة القدم والعاب الساحة والميدان. وأتذكر أن المشرف على البناء كله، يعني وبناء الأسس المهمة، يعني الأبنية الضخمة لازم لها أساسات قوية، كان المشرف على بناء هذه الأسس هو المهندس الدكتور إحسان شيرزاد الوزير الكردي المعروف. انفتح الملعب اللي كان يستوعب من 45 إلى 50 ألف متفرج بيوم 26/2/1966. بيوم الافتتاح حضر الرئيس عبد الرحمن محمد عارف إلى يعني افتتاح الملعب، وطاف بسيارته المكشوفة الملعب، وكان الملعب ممتلئ تماماً بالجمهور العراقي، وجرت لعبة ودية بين المنتخب العراقي ونادي بنفيكا البرتغالي اللي كان به أشهر لاعب في العالم يوم ذاك هو أوزيبيو. انتهت اللعبة بفوز النادي البرتغالي أعتقد 2-1، وجاب جول العراق قاسم محمود اللاعب الدولي قاسم زوية. تكاليف ملعب الشعب كلفت مليون دينار عراقي، يعني راتب موظف الآن بالدولة العراقية كلفت كل هذا الملعب الكبير. ومرة استوعب الملعب، يعني من الطرائف استوعب الملعب أكثر من 85 ألف متفرج، مع أنه هو مخصص ل 45 إلى 50 ألف متفرج. بيوم لعب عدنان القيسي لعبة المصارعة الحرة غير المقيدة كما يقال في هذا الملعب، حضرها جمهور كبير، حتى سووا لهم كراسي على أرضية الملعب. الحديث عن ملعب الشعب الدولي حديث الذكريات اللطيفة، والحمد لله الآن عندنا ملاعب كبيرة وكثيرة، ولهنا وتخلص حكايتنا لهذا اليوم. لا تنسونا بإعجاباتكم وتعليقاتكم، شاركونا.